أهلا بكم إلى الأخبار وفي عناوينها. جيش الاحتلال يسحب جميع القوات البرية من جنوب قطاع غزة باستثناء لواء واحد، والبيت الأبيض يرى أن الانسحاب مجرد استراحة. وفد للاحتلال وآخر لحماس في القاهرة اليوم تلبية لدعوة مصرية، والحركة تجدد تمسكها بمطالبها في المفاوضات. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف بمسيرة انقضاضية تجمعا لجنود الاحتلال في تلال كفر شوبة، وتدك بعشرات صواريخ كاتيوشا مقر للاحتلال في الجولان المحتل. نفذت القوات المسلحة اليمنية 5 عمليات عسكرية خلال 72 ساعة الماضية. القوات المسلحة اليمنية تؤكد استهداف سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية في البحر الأحمر والمحيط الهندي. وزير الخارجية الإيراني في دمشق غدا ويؤكد من مسقط أن طهران ستعاقب إسرائيل على الاعتداء على قنصليتها في دمشق. أعلن جيش الاحتلال سحب كل القوات البرية من جنوب قطاع غزة ما عدا كتيبة واحدة. إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت انسحاب الفرقة 98 مع ألويتها 3 من خان يونس بعد قتال لأربعة أشهر. الإعلام الإسرائيلي قال أن لواء نحال هو الوحيد الذي بقي فعليا في غزة، وهو يتولى تأمين ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه. جيش الاحتلال زعم أن قواته في قطاع غزة تنتقل بالكامل إلى المرحلة الثالثة التي تشمل أسلوب المداهمات والعمليات الموضعية التي ترتكز على معلومات استخبارية. في المقابل أشارت مصادر سياسية إسرائيلية إلى أن انسحاب قوات جيش الاحتلال من خان يونس هو مرحلة أخرى في الاستعداد للعملية المتوقعة في رفح. جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر في وقت سابق بمقتل 3 جنود وضابط برتبة نقيب خلال معارك جنوب قطاع غزة الليلة الماضية، ووصلت خسائر جيش الاحتلال إلى 604 قتلى منذ بدء الحرب، منهم 260 منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب مستعدة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى. نتنياهو إعلانه جاء في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، وأضاف أن إسرائيل غير مستعدة للإذعان لمطالب حماس المبالغ فيها برغم الضغوط الدولية. وفق تعبيره، لقد أوضحت للمجتمع الدولي أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون عودة الأسرى. هذا لن يحدث، هذه هي سياسة الحكومة الإسرائيلية، وأنا أرحب بحقيقة أن إدارة بايدن أوضحت قبل يومين أن هذا هو موقفها أيضا. وأود أن أوضح أمرا آخر، إسرائيل ليست هي التي تمنع التوصل إلى اتفاق، بل حماس تمنع ذلك، وكانت مطالبها تهدف إلى إنهاء الحرب وضمان بقائها وإعادة تأهيلها لتعريض مواطنينا وجنودنا للخطر. أكد مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن إعلان الجيش الإسرائيلي الانسحاب من جنوب قطاع غزة هو مجرد استراحة على الأرجح لقواته. كيربي وفي تصريح لقناة ABC أشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي ليس بالضرورة مؤشرا إلى عملية جديدة وشيكة لهذه القوات. من الصعب أن نعرف بالضبط ما يخبرنا به هذا الإعلان، لكن كما نفهم الأمر ومن خلال إعلاناتهم فأن الأمر يتعلق بتوفير الراحة والتجديد لهذه القوات، ولا نقول إنها تدل بالضرورة على بعض العمليات الجديدة القادمة لها. كانوا في الميدان لمدة 4 أشهر أو أكثر، هم متعبون وبحاجة للراحة والتجديد. تستضيف القاهرة محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار، حيث يرأس خليل الحية وفد حركة حماس التي أكدت تمسكها بمطالبها الأربعة. كذلك وصل إلى القاهرة مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز،
ووافق كابينة الحرب الإسرائيلي على نحو نهائي على توجه الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع برفقة رئيس الشباك رونان بار إلى القاهرة. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن كابينة الحرب منح طاقم المفاوضات الإسرائيلي الذي سيصل القاهرة صلاحيات مهمة. واستشهد وأصيب عدد من المواطنين في سلسلة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة. وزارة الصحة بغزة أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وزارة الصحة أفادت بارتقاء 38 شهيدا وبسقوط 71 جريحا جديدا، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33,175 شهيدا وأكثر من 75,880 جريحا. تمكنت بعثة تابعة لمنظمة الصحة العالمية من دخول مجمع الشفاء الطبي يوم الجمعة الماضي بعد عدة محاولات باءت بالفشل. الفريق الأممي جال في كامل المجمع وعاين الأضرار التي لحقت به. وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد شاهد الفريق جثامين لخمسة شهداء على الأقل خلال هذه المهمة، كما لمس أعضاء الفريق أن معظم مباني المجمع لحق بها دمار هائل، وأن أكثر الأصول تضررا وأن أكثر الأصول تضررة قد تحول إلى رماد. أنا هنا فيما تبقى من غرفة الطوارئ في أكبر مستشفى في غزة، ولسوء الحظ وكما ترون من حولي فهو مجرد أنقاض. كان المرضى موجودين هنا لتلقي الإسعافات الأولية، ولكن لسوء الحظ لقد احترق كل شيء، وكما ترون خلفي لم يبقى شيء من غرفة الطوارئ. نقف هنا حيث كانت واجهة المستشفى. غرفة الطوارئ كانت خلفي حيث كانت سيارات الإسعاف تجلب المصابين. أما الآن فقد تم تدمير المنطقة بأكملها، وإضافة إلى ذلك لا تزال الجثث تحتنا. يمكننا أن نشم رائحة الموت ونحن واقفون هنا. يعاني الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة تهديدات مباشرة لصحتهم. يأتي ذلك مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في معدلات سوء التغذية وسوء التغذية الحاد بسبب انعدام الغذاء الصحي في القطاع الذي يتعرض لحصار إسرائيلي محكم منذ بدء العدوان. وسام العشي والتفاصيل. سوء التغذية في النساء الحوامل وأثر على المواليد. طبعا كنا لاحظنا الفترة الأخيرة خلال فترة الحرب الست شهور الأخيرة أغلب المواليد كانت أوزانهم حتى البلد كامل 9 شهور وزنه بيجيش الوزن الطبيعي، أقل من 3 كيلو، من 2 كيلو 2 كيلو ونص. حتى أغلب المواليد صارت مواليد أقل من 36 أسبوع، اللي هو أطفال خداج أقل من عمر الحمل المفروض ينولدوا فيه عمر الحمل الكامل. وبعد الميلاد طبعا الأمهات تواجه صعوبة في الرضاعة، يعني الام مش بتتغذى كويس، فيش غذاء، دمها طبعا بينزل، فيش حليب، فيش افراز حليب كويس، الطفل بضل تعبان، بضل مريض، بيجي جفاف شديد. الوضع النفسي سيء بالنسبه لي. عدم توفر الغذاء الصحي للاطفال والامهات زاد من حجم الكارثه. حاليا عندنا حوالي من 20 ل 25% من الحالات التي نشاهدها او نعاينها في المركز تعاني من سوء تغذية شديد. جزء منها يتم تحويله الى المستشفى وجزء منها نقوم بادخاله الى المركز للمتابعة والعلاج. تعمير بطاطا، تعمير ممتازة، عالية. طفلي هذا أنا قعدت فيه أسبوع بالمشفى، فبنسبة سوء التغذية وسوء النظافة ما فيش لا نظافة ولا في غذاء ولا في إشي، يعني من يوم الحرب لهالقيد دمر كل الأطفال. الطفل هذا كان في الوقت الحالي بدون حرب المفروض أن يكون وزنه 10 كيلو وأكثر وزيادة، هالقيد طفله 5 كيلو، كل ما بالولد بينقص وزنه مش بيزيد. أوه.
في الداخل المحتل يواصل جيش الاحتلال اقتحام قرية جيوس شرق قلقيلية، وقد أصيب مستوطنان بعملية إطلاق نار. العملية استهدفت حافلة في مستوطنة معالي شمرون، ما أدى إلى إصابة مستوطنة إسرائيلية بجروح بليغة، وأصيب آخر إصابة طفيفة قرب منطقة النبي إلياس قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية. قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة من الاقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، شملت نابلس ورام الله وقرى بيرزيت ويطا والجلمة، وقد أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها أحياء في مدينة رام الله. وسط اندلاع مواجهات بالتوازي جرى اعتقال الأسيرة المحررة والطالبة في جامعة بيرزيت ليان كايد بعد اقتحام منزلها، كما أصيب شاب برصاص الاحتلال قرب مدخل بيت عنون شمالي مدينة الخليل. إلى جبهة الإسناد اللبنانية، حيث نفذت المقاومة الإسلامية هجوما بمسيرة انقضاضية على تجمع مستحدث لجنود العدو وآلياته خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبة، كما ردت على اعتداءات الاحتلال على منطقة البقاع بقصف استهدف مقر قيادية في الجولان السوري المحتل. وأعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، كذلك استهدفت القاعدة الصاروخية والمدفعية في يواف بعشرات صواريخ كاتيوشا. المقاومة أعلنت أيضا استهداف مربض مستجد لمدفعية الاحتلال في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية. طائرات الاحتلال كانت قد شنت عدوانا على محيط بلدتي السفري وجنتا في البقاع شرق لبنان، وأفاد مراسل الميادين بأن طائرات الاحتلال أغارت بعدة صواريخ على مرتفعات محيطة ببلدة جنتا عند السلسلة الشرقية للجبال الفاصلة بين لبنان وسوريا، كما طالت إحدى الغارات منشأة صناعية فارغة في محيط بلدة السفري. هلأ ضرب الطيران بس قريبي. كذلك أسقطت المقاومة الإسلامية طائرة مسيرة مسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من طراز هرمس 900 فوق الأراضي اللبنانية. ونشرت المقاومة مشاهدة من عملية إسقاط هذه الطائرة المسيرة المسلحة وتتضمن بعضا من مميزاتها، وأشارت المقاومة أنها تمتاز هذه الطائرة بقدرتها على التحليق لمدة 36 ساعة متتالية وعلى علو 32 ألف قدم، وهي قادرة على حمل 350 كيلوغراما من المتفجرات.
المقاومة الإسلامية في لبنان عرضت مشاهد من عملية استهداف موقع جيل العلام التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. يا فاطمة الزهراء أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده ستعاقب إسرائيل على اعتدائها على القنصلية الإيرانية في دمشق. وخلال زيارته إلى مسقط قال عبد اللهيان أن العلاقة الإيرانية مع السعودية ماضية نحو التطور، وشدد خلال لقائه رئيس وفد صنعاء للتفاوض محمد عبد السلام على إدانة الاعتداءات البريطانية الأمريكية على اليمن. بدوره قال عبد السلام إن صنعاء مستمرة في منع وصول السفن إلى المرافق الإسرائيلية. اليمن مستمر وهو يرد على العدوان الأمريكي والبريطاني ومستمر في منع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل دون تراجع، بل أدت العمليات الأمريكية والبريطانية إلى مزيد من الهمة والثبات ووحدة الموقف اليمني وصوابية الموقف اليمني على الاستمرار في العمليات حتى تتوقف الأحداث في غزة. بدون أن تتوقف الأحداث في غزة لا يمكن أن يكون هناك أي توقف لاستهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل، سواء في البحر الأحمر أو البحر العربي وباب المندب وحتى في المحيط الهندي، كما أعلنت القوات العسكرية قدرتها للوصول إلى ذلك. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف البحرية اليمنية سفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة الأولى. نفذت القوات المسلحة اليمنية 5 عمليات عسكرية خلال 72 ساعة الماضية وعلى النحو التالي. نفذت القوات البحرية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة هوب أيلاند البريطانية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله. وكذلك نفذت عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة، الأولى MSC جريس إف في المحيط الهندي والأخرى MSC جينا في البحر العربي. تمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. وبعون الله تعالى نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين استهدفت عددا من الفرقاطات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح. مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي أكد أن دماء شهداء القدس ستحدث تغييرات رئيسية في الاستراتيجيات الإقليمية وجبهة المقاومة، وفي مراسم تأبين شهداء العدوان الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق رأى صفوي أن السفارات الإسرائيلية في المنطقة لم تعد آمنة خوفا من الرد الإيراني.
مصير المستعمرين الهزيمة والرحيل. الشعوب الحرة تدافع عن حقوقها وتحارب من أجل أرضها وكرامتها، والمقاومة الفلسطينية تناضل من أجل تحرير بلادها. دماء شهداء القدس ستحدث تغييرات رئيسية في الاستراتيجيات الأقليمية، وجبهة المقاومة هي من يحدد مصير المنطقة بقيادة إيران. اليوم السفارة الإسرائيلية في المنطقة لم تعد آمنة، والكيان الصهيوني أغلق 27 سفارة له في المنطقة خوفا من ردنا. جبهة المقاومة مستعدة للرد القاسي، ويجب انتظار الوقت المناسب. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليبوف أكد أن زمن البلطجة الصهيوني في المنطقة بدعم الولايات المتحدة ولا وانتهى. وخلال الجلسة العلنية للمجلس شدد قاليبوف على أن كل جريمة يقوم بها الكيان الصهيوني تزيده ضعفا وتزيد من عزيمة المقاومة. زمن البلطجة والتطول الصهيوني في المنطقة بدعم الولايات المتحدة ولا وانتهى. جريمتهم الأخيرة تكشف أنهم أدركوا نهايتهم القريبة بعد 7 أكتوبر. الشعب الإيراني سيحاسب الكيان الصهيوني، والعقاب الذي ينتظره سيكون قاسيا ويعجل في زوال الكيان. كل جريمة يرتكبها الكيان تزيده ضعفا وتزيد من عزيمة المقاومة. هستيريا لدى الجمهور الإسرائيلي من توقع الرد الإيراني، وعلامات تخبط لدى المستوى القيادي في التعامل مع هذا الواقع. ترافق ذلك مع سجال نخبوي حول الجدوى والكلفة من رفع مستوى التوتر مع دولة عظمى مثل إيران. هيثم عباني والتفاصيل. حبس الأنفاس في إسرائيل انتظاراً للرد الإيراني على الاعتداء على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ترافق مع استمرار هستيريا الجمهور الإسرائيلي وظهور علامات تخبط داخل القيادة السياسية، إضافة إلى سجال إعلامي حول الكلفة والجدوى من هذه العملية التي وصفها خبراء إسرائيليون بالعبثية. من أمر بعملية التصفية في دمشق التي أهميتها الاستراتيجية ليست صفرا بل أقل من ذلك لشخصية عسكرية تابعة لدولة مثل إيران، غدا سيأتي مكانه أحد ما، وهذا لن يؤثر في شيء. أعتقد أن هذه العملية كانت عبثية، وهي جزء من رؤية تكتيكية موضعية ذهبت إسرائيل نحوها. وقبل أن تبدأ إسرائيل بدفع الفاتورة، ظهرت علامات تخبط داخل القيادة الإسرائيلية على خلفية التوتر الأمني مع إيران. جرى مساء الخميس نقاش في الكابينت في الوقت الذي كان فيه جميع مواطني إسرائيل متوترين جدا بسبب توقع الرد الإيراني. وبحسب ما علمت تم تقديم إحاطة أمنية مقتضبة، وامتنع رؤساء الأجهزة الأمنية عن التوسع فيما يتعلق بالتوتر مع إيران، وهكذا أيضا فعل ممثلون من قبل رئيس الحكومة. وهذا أغضب وزراء اعترض على تحويل الكابينات إلى منتدى غير ذي أهمية. وإلى أمارات التخبط والهلع أضيف قلق أوساط إسرائيلية من التفهم الأمريكي كما يسمونه للرد الإيراني على إسرائيل. التفت إلى الرد الأمريكي وهو رد مثير للانتباه. تسريبات CIA لم تتضمن أمرا واحدا، وهو المقولة المشهورة للرئيس بايدن لا تقدم، فالأمريكيون يتقبلون حقيقة أن الإيرانيين على وشك مهاجمة إسرائيل. وفي ضوء الانهماك الإسرائيلي بتوقع توقيت وطبيعة وعمق الأهداف التي سيطالها الرد الإيراني، حذر خبراء من أن إسرائيل رفعت عن عبث مستوى والتوتر مع دولة عظمى مثل إيران تملك ما تملك من قدرات عسكرية وبشرية استثنائية. إلى جبهة الإسناد العراقية، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها فجر اليوم بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في إيلات أم الرشراش بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي بيان أكدت المقاومة استمرارها في دك معاقل الاحتلال، وأشارت إلى أن عملياتها تأتي نصرة لأهل قطاع غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ. أظهرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن شعبية الرئيس جو بايدن في تدن مستمر بين الناخبين الأمريكيين، وقالت إن الناخبين عبروا عن عدم رضاهم بشكل متزايد عن طريقة تعامل الرئيس بايدن مع الحرب على غزة ودعمه لإسرائيل، استنادا لاستطلاع أجرته المجلة.
تقرير غدير عبد النبي. شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن على المحك، وهي في تدن مستمر بين الناخبين الأمريكيين على أعتاب الانتخابات الرئاسية 60 المقرر إجراؤها أواخر العام الحالي في مواجهة سلفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. بصورة كارثية تنخفض شعبية الرئيس الغارق في مستنقع الدعم الكامل لإسرائيل، هذا ما تكشفه أرقام 3 استطلاعات للرأي أجريت لمجلة نيوزويك الأمريكية تنقل استياء الناخبين الأمريكيين من طريقة تعامل بايدن مع الحرب على غزة. بين تشرين الأول أكتوبر العام الماضي ونهاية أذار مارس الحالي 5 أشهر سجلت انخفاضا ب9 نقاط لشعبية بايدن، بينما شعور عدم الرضا السائد في أوساط الناخبين يزداد بصورة حادة منذ كانون الأول ديسمبر الماضي. ووفقا لنتائج الاستطلاع الأول الذي أجري بعد أسابيع قليلة من بدء العدوان على غزة، 35% من الناخبين عارضوا سياسة بايدن الداعمة لإسرائيل، إلا أن استطلاعا ثانيا أجري في كانون الأول ديسمبر يظهر ارتفاع نسبة المعارضين إلى 39%، بينما تفيد أرقام استطلاع أجري الشهر الماضي بتراجع نسبة المؤيدين لبايدن من 37% إلى 30% فقط. ومن بين 1500 ناخب أمريكي شملهم الاستطلاع حمل 45% من المستطلعين، أي ما يقارب النصف، بايدن المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن تمادي الاحتلال الإسرائيلي بجرائمه في غزة بحسب مجلة نيوزويك. تلك الانتقادات الموجهة لبايدن لا تقتصر على آراء الناخبين فحسب، إنما تعلو الأصوات المنتقدة من داخل الأوساط السياسية في الولايات المتحدة أيضا، إذ أكد مساعدان سابقان للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أن سياسة بايدن تجعله يبدو ضعيفا. هذا الضعف ترسخه موجة الغضب الشعبي القائمة منذ اليوم الأول للحرب على غزة. يتعرض جامعو الكمأ في البادية السورية لخطر هجوم عناصر داعش أو انفجار الألغام التي زرعها التنظيم، وبرغم كل هذه المخاطر لا يتوقف المواطنون عن جمع هذا المحصول في ظل تردي أوضاعهم المعيشية. ديما نصيف والتفاصيل. حسبي الله ونعم الوكيل. النيران لسيارات من جاء لجمع الكمأ في عمق البادية السورية، والرصاص لمن يحاول منع عناصر داعش من الاستيلاء على كل ما جرى جمعه خلال ساعات النهار الطويلة وسرقته، وهي غنيمة مجدية، فسعر الكيلوغرام الواحد من الكمأة يصل إلى ما يقارب $30 في بعض المناطق أو أكثر. ضحايا غزوات داعش أكثر من 100 شخص خلال شهر واحد، بعضهم قضى بانفجار ألغام التنظيم، لكن ذلك لم يمنع جامعي الكمأة من الاستمرار في التدفق إلى البادية وجلبها إلى هذا السوق الشعبي. مخاطرة وكذا، يقولون المناطق فيها ألغام ويطلون الناس ويمنعون، والناس تخاف يعني تشبي مشان ترزق الله وتلقط مشان لقمة العيش. يفرغ جامعو الكمأة سلالهم في هذا السوق الشعبي بمدينة الحسكة. محصول الكمأة بات مصدر رزق موسميا لمئات العائلات هنا، وارتفاع سعرها جعل من جمعها أمرا يستحق المغامرة والمخاطرة بالحياة كما يقول هؤلاء، من أجل تأمين الحد الأدنى من تكاليف الحياة المعيشية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الغلاء وارتفاع الأسعار. نروح لقطة شمال مشان المعيشة، بس في ألغام وفي خطر وفي ناس تموت. يعد موسم الكمأة مصدرا للتجارة وجني الأرباح من دون رأس مال، من خلال نشوء أسواق موسمية لبيعها وتسويقها، كما هو الحال في الحسكة والمحافظات الشرقية الأخرى التي يجمع فيها التجار كميات كبيرة من هذا المحصول ويصدرونها باتجاه شمال العراق وتركيا أو باتجاه العاصمة دمشق والمحافظات الداخلية، وبعضها يذهب باتجاه دول خليجية وعربية. يتم تصديرها محليا وخارجيا، حتى دول الخليج معظمها تستثمر من سوريا الإكمي على طريق الطيران والتصدير.
يدرك غالبية جامعي الكمأة أن الرحلة إلى الصحراء ليست فقط محفوفة بالمخاطر، وإنما احتمالات الموت والفقدان والإصابة فيها مرتفعة أيضا. مع ذلك يخاطر كثيرون لجمعها لرفع بعض من معاناتهم الاقتصادية التي لا يبدو في هذه الظروف أن هناك نهاية قريبة لها. ديما نصيف دمشق، الميادين. أعلنت نيكاراغوا قطع أي علاقة دبلوماسية لها مع الإكوادور بعد اقتحام الشرطة سفارة المكسيكية في كيتو بهدف اعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس الذي لجأ إليها. وشهد محيط السفارة الإكوادورية احتجاجا في العاصمة مكسيكو سيتي، ورأى المتظاهرون أن الخطوة تخل بالاستقرار في العلاقات بين دول أمريكا اللاتينية. عندما يحدث هذا فهي مشكلة ذات حجم كبير، لأنها تزعزع استقرار أمريكا اللاتينية، وقبل كل شيء تسمح لدول أخرى بمحاولة انتهاك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا، وفي الوقت نفسه يقطع هذا أيضا العديد من الروابط التي أنشأتها المكسيك. لقد كانت دائما دولة داعمة للغاية لجميع أولئك الذين تعرضوا للاضطهاد السياسي أو الذين واجهوا وضعا صعبا في بلدانهم. رد فعل المكسيك المتمثل في قطع العلاقات مع الإكوادور يبدو مناسبا بالنسبة لي، لأنه لا يمكن السماح لدولة بغزو سفارة دولة أخرى، لا يمكن السماح بذلك. وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينيا قالت أن موظفي السفارة في كيتو سيعودون إلى المكسيك بعد المداهمة الأخيرة التي نفذتها الشرطة الإكوادورية، وخلال رسالة متلفزة أدانت ما وصفته بانتهاك الحصانة الدبلوماسية للسفارة والاعتداء على الموظفين. بناء على تعليمات الرئيس نقوم بتنسيق عودة جميع موظفينا الدبلوماسيين في الإكوادور مع عائلاتهم. بعد الهجوم العنيف الذي نفذته الشرطة الإكوادورية في سفارتنا، ستعود المجموعة المكونة من 18 شخصا إلى الوطن في 7 نيسان أبريل على متن رحلة تجارية من كيتو إلى مدينة مكسيكو، والسفارة المكسيكية في الإكوادور ستبقى مغلقة إلى أجل غير مسمى إلى جانب خدماتها القنصلية. من مخيمات النزوح على الحدود المصرية الفلسطينية تواصل الفنانة التشكيلية أسيل نسمان ممارسة شغفها بالرسم من خلال معاناة النازحين من جراء القتل والتهجير الذي تعرض له أهل قطاع غزة. أحمد غانم والتفاصيل. اسمي أسيل حسن نسمان، كان مفروض أني أتخرج من الجامعة السنة هاي لتربية فنية وتصميم جرافيك، لكن بسبب أوضاع الحرب ما قدرتش. طبعا من بداية الحرب انقصف بيتنا، دمرت كل رسومات، يعني حاليا كل الرسومات اللي عملتها بحياتي تحت الردم. نزحنا من بداية الحرب من شمال غزة لخان يونس، ومن خان يونس اجينا على رفح. طبعا بكل هاي الفترة ما لقيتش اي ادوات رسم لحتى امارس موهبتي. بعد مدة طويلة يعني لحد ما لقيت بالصدفة بعض من الادوات اللي انا بستخدمهن، وبدأت اجسد المعاناة اللي احنا بنعيشها. هاي من اللوحات الفنية اللي أنا اشتغلتها في الحرب. رسمت صورة هذا الشخص كان بتعرض للتعذيب من قبل الاحتلال، شلحوا كل ملابسه، فهذه الصورة كتير جذبتني أني أرسمها وأبينها للعالم. ومن هاي الصورة كمان بدأت فيها صورة طفلة استشهدت في شمال غزة من الجوع بسبب المجاعة اللي بتصير. وكمان جسدنا القصف والنزوح والمخيمات والدمار اللي بتصير، بحاول اني ابينها للعالم لحتى لو شاركت في معارض لقدام في المستقبل. الشغلات هذه انا ما بقدر اعمل اشي للاشياء اللي بشوفها غير اني اجسدها برسمي على الورقة في الورقة والقلم. انا
بقدم من خلال الرسم اللي أنا برسمه رسالة للعالم لحتى يحس فينا، لأنه إحنا لنا 6 شهور والعالم بشوفنا على كل وسائل الإعلام من تم ساكت، ما حدا عامل إشي. بتمنى إنه رسماتي هاي تأثر في العالم. أحمد غانم، غزة، الميادين. مشاهدينا، بهذا تكون النشرة قد انتهت. شكرا جزيلا للمتابعة، ودوما لمزيد من الأخبار والتفاصيل على صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية، الإنجليزية والإسبانية. في أمان الله.